ناتشلة صغيرة. شلون الماطور بدال يعبي بنزين عباه غاز، يعني لازم افضي التانكي هذا كله هني واحط بنزين وغسل عدل ونجربها. وفي شغله بعد ابي اجرب، بس قبل احط بنزين هني واغسله هذا فضي التانكي عدل، احاول اشغلها عن طريق الغاز. شوف كنت تضبط. انا شفت الطريقه شلون يشغلون الغاز على الماطور، او يشغلون الماطور على الغاز، فقلت خلني بجربها. قبل شوي جيت بشغله يعني عادي، طلع معبينا غاز ما شاء الله عليه، هذا معبي غاز ما يدري. رحت فضيت ال، شوف فاضي الحين التانكي هذا فاضي، فضيته من الغاز تمام. حتى هذه الصفاية من هني شلتها وفضيتها من الغاز تمام ولا لا؟ الحين شلون اشغله على، شوفوا هذه الفلتر يعني اشوته حلو ولا لا؟ كان في برغيين هني فكيتهم حلو ولا لا؟ شوف هذا واحد، الثاني ضاع تو ضاع. ايش راح اسوي هني؟ انا اقول لكم. طبعا انا فضيته من الغاز اللي كان سوي غاز، هذا تسكره نهائيا، هذا تسكره. وشوف الشوله، شوف شولتي فيها نفس هذه المساعة كنت احمس فيها. شوف الحين راح اركبها هني وشد برغي واحد عليه غازك العادي، تشوفه الصغير، شوف الهوز، شوف هذه ركبتها، شديت عليها برغي واحد على الشوته، شوف هذه مفتوحه مو مسكره، مفتوحه. راح احط عليها الحين اوريكم. شوف عندي الدس العادي، شو اسوي؟ اسكرها هذه بالدس بالقفاز. شوف الحين اسكرها اعدل. حلو هذا طبعا فاتحها حدها هذا. شوف الحين افتح الغاز بس مو حيل، يعني شغل شغل اسحب حيل بعد. شوف انا اشتغلت على هذا بس تدخل. شوف الماطور الحين شغال على الغاز لكن تدخل. خلينا نتاكد بعد الوريق. شوف هذا التركيب هذا مسكر بس الدخان ليش ما ادري. هذه اول تجربه. طيب خليني اجرب لي شغله، بشيل هذا شوف شنو يصير. يصير شيء؟ ما صار شيء، شغال بالاحسن هو يكون. يا حليله والله شغل ممتاز. وابشركم بعد ما تدخن حتى الحين، اوكي حتى الان. انا اشوف عيارها يزيد ينقص هني مثلا، ابزيد الهوس. والله الشغل ممتاز حتى الان، ممتاز. باخذ سلفي معاه ان شاء الله وداعا للبنزين اللي غالي. واو الحين بشوف شلون اسكرها. طيب سكرت الغاز جطل ودنكشن. الحين بجرب الكهرباء، حط الكهرباء عليه وجربها. الحين شيل الماطور مع الغاز زين، نجيب باير الكهرباء ونشغله. بس وقف وقف هني هني هني، لا لا قدام، تعال يلا قدام. والحين تسمع صوت الغاز؟ شغل بسم الله. ايوه شغله ما عليك بدايه، بس اعتقد تسكره افضل شوي. حتى الان تجربه
على الغاز ليكون خالص صادق. شوف كل ما غطي ايدي تصير صافيه شوي. شوف ليش شفت ايدي لازم اغطي بالدس اجرب. الحين يجي بالدس واجرب. اعتقد هذا لازم تغطيه انزين. والحين بشوفه بغطيه. عطنا الدس هذا خلني اغطيه زين واشوف نظامه. بس خلني اغطيه عدل. شوف غطيته عدل بالدس. اسمع صوت الغاز شغل. يلا يلا شغل. الحين يمكن على قوة الغاز نبي نشوفه. لا صارت صافية. سويت تعبثت بهذا شوي كذي زين الظاهر في تنسيم هني. وهذا من العام ما عبيته في ربع يمكن. والحين جرب الكهرباء واير الكهرباء ركبه. ركبت الوايرات شغلته. شوف يشتغل. الحين شغل الكهرباء هني شغل. ايوه هذا اشتغل وهذا اشتغل وهذا اشتغل. جطل اوكي. لا 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 تبن. وراح استعلم اكثر هل بالبنزين مده يعني عمر الموتور اكثر ام بالغاز وشنو مخاطر الغاز. انا توني الحين جديد الشغله وراح اتتبعها في اليوتيوب. طيب يا الربع يا اخوان سعر البنزين وارتفع الغاز لا يرتفع هذا بس خلونا نقزرها على الغاز. الشي يسمونه هذه الحاجم والاختراع. بطل الغاز زين. وينه وينه ما اشوفه بالكاميرا هناك. بطل الغاز فيه هذا البطل فيه ربع من العام ما عبيته استعمله ايام العام الربيع. ابي اشوف ايش كثر ربع الغاز يطول. بخليه لحد ما يخلص. شوف نبي نشوف الوقت بعد ابي اصور للتاكيد بعد. شوف هذا الغاز زين. هذا التانك هذي وعلى الغاز. اول ما شقتها بالغاز تذكرون الدخان طلع دخان. هذا الدخان من الغاز اللي كان بالكبريتر بعد ما احترق وخلص صارت بدون دخان صافية. جطل. شوف لا دخان ولا شيء. تلقون الغاز خلص. ايه شوف قايلكم فيه اقل من الربع. معناته الغاز قلت لكم كان شوية يعني طول ساعة أقل من الربع. جطل. بخصوص دهن الماكينة هنا الماكينة عادي متى ما احترق الدهن تبدله. بس بدلنا الغاز بالبنزين دنك. شو قطعت تبي تطفي وانا قاعد انطرها على الغاز. جرب. سلام. مو بارد والله. بارد من تحت. شوف من تحت بارد. جرب الغاز الاسود. شوف الغاز الاسود جرب وقطعت. لانه ناقص. اذا فل لا تقربه كذي. اذا فل اعتقد مو زين يروح السائل بالمكينه.
خليك غاز. شنو هذا اللي انا مركبه هني؟ الحين اوريك ان شاء الله تشوفه. هذه تعرف هذه شلون؟ مالك الشولة هذه، شوف هني تركب هذه. شفتوا هذه اللي قلت لكم عنها مالت الشولة؟ شوف فكيتها زين. ليش؟ بشوف طريقة يا ركبها هني، بس الهوز اللي هني البايب صغير وهذا البايب كبير ما اقدر اركبه عليه، لكن بشوف له طريقة اساس اركبه وركب الشوتة هني. كل التجارب اللي بسويها راح تشوفونها. هذا كان راكب هني فكيته، لكن ما ينفع ركبه بالهوز هذا. الحين هذا ارد مكانه، بس اطلع البايب هذا احاول اني اجطله مع هذا. شوف الهوز هذا كان راكب هني، طبعا هذا فوق اللي يجي البنزين والصفاية يسمونها، ويدش من هني البنزين ويروح فوق. الحين بدخل هذا مع هذا، شوف بحاول اني اجطله يعني جطل. هذا طبعا مال البنزين اللي روح حطيته مع هوز الغاز. شوف هني دخلته داخل يعني دش شوه، ان شاء الله هلفه بتي هذا. شوف سكرت عدل بتي، لو تسكره تسكيره عاديه يعني، هذا ما يحتاج له، ما في ضغط عليه. والحين نبي نجرب هل هذا يسكرها او افتحها لتنسيم الهواء او شلون اخليها بالوسط، ما ادري، لكن ابي اجرب خليها مفتوحه عاديه. شوف هذا الفلتر الهواء زين سكر، نبي شغلنا يصير زين رسمي. الحين نسكرها واخر هذا، هذا مال البنزين. شوف شوف شلون هذا الهوز اللي يطلع من عند البنزين، شوف هذا كذي. الحين نبي نجرب نفتح الغاز وندق هندل ونشوف. حاولت فيها ما اشتغلت، ليش؟ اكتشفت ان البراغي هذولي كنت فاكم الكبريتر بسرعة بكبرة كان مفتوح. الحين راح اجرب تجربة ثانية، وهذا شوف من سوء الحظ هذه خربت يعني ما تفتح. جبنا البطل الغاز هذا، جيب الراس الراس. الحين جبت الغاز هذا، لكن الافضل الراس الفر، لكن نجرب هذا على الطريقة هذه الهوز هذا، وفي لي تجربة ثانية إذا ما نجحت الطريقة هذه. حاولت فيها ما قدرت، ليش؟ لأن هذا البايب يمشي على عيارات دعسة البنزين وكذا. هذه شنو هذا؟ هذا بشوف إني أحط الهوز هذا من تحت لهذا كذي، عشان الفلتر أركبه ليدشه غبار أو تراب. فكيت البراغي انا هني، شوف هذا ابحط مكان الهوز الغاز هني، بس هذا حق شنو؟ والله ما ادري، لكن قاعد شكلي بسكره او نشوف شنو وضع على شقلته، هل هو يشفط هواء او يعطي هواء. شوف بعد ما فتحت البراغي، شوف هذا كبريتر، شوف بكبره يطلع، انتبه. الحين راح افك الهوز هذا زين واحطه مكان الهوز هذا، نبي نشوف. شوف سويت الحين، شوف بدال هذا، شوف الهوز، شوفه لغاية الغاز. والحين أبركبه شد براغية ونشوف الجطر شلون صاير. بس قبل لا أركب هذا، شوف الفتحة اللي كان يدخل منها البنزين سكرتها بتيب، والحين أركب هذه بإذن الله إن شاء الله الأمور تصير طيبة. الحين شديت، شوف هالبراغي هذول الاثنين هن اللي يمسكنا الكبريتر عدل، أما هذا البرغي يمسك هذه. والحين نركب فلتر الحوض. الحين أركب حطيت الرأس هذا، شوف يمكن يعطي
غاز زايد. في طريقة نجرب. صبر. طيب بجرب الحين هذا كبره بحطه هنا. نبي نشوف هل يمشي ولا لا. اشتغلت لكن شنو يبيلها عيار الغاز. لا هو ناقص ولا هو زايد. شوف شوف. اذا زدت عليه تقطع. لازم توازن عدل. شوف. اها عرفت الطريقة. شوف التيب. حطيته على العيار عدل. عيار الغاز. الحين شنو بسوي؟ ابي افك هذا واحطه هني مرة ثانية. واحط الشوتة او الفلتر. نجرب. حلو الحين ركبت الهوز. ها بس لا تخلي مصوب القزوز يحتر. هذا الهوز مال الغاز ركبته هني. الحين اركب الشوتة وان شاء الله تنجح العملية. شغلة يبي لها عيارات غاز بس. شوف اشتغل الموتور مع الفلتر لكن الحكي على عيارات. اول ما تشغل الغاز طق هندل على طول لا يتجمع الغاز. شوف لازم ماسك عياره. شوف اذا هديته يزيد. شوف يقطع. شوف العيار. ايه شوف العيار عدل شغال. شوف حتى مال الهواء. شوف سكرتها. تنسيم يجيها تنسيم عادي يعني. لكن خلها مفتوحة. ابي اسوي تجربة ثانية بس على السريع. شوف وخذ سكرت الغاز. إذا تخلي تشغل الغاز تخليه شغال يعني يجمع غاز ما تشتغل. أول ما تفتحه سيدة طقة طقة طقتين ثلاث. شغل بسرعة بسرعة. اسحب بعد 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 بعد. سكرة بعد بعد. واحد ونفتح الغاز. شغل سكره. شغل يلا شغل بعد. اشتغل. هذا عياراته زيده شوي. شلون هذا زايد الحين. الافضل من هذا الراس اللي يجي فر يعني تفتحه شوي شوي. شوف من ساعة أول ما شغلتها ترى على هذا. شوف شلون فتحته وكنت حاطه مباشر بالكبريتر. تجربة ثانية. شوف افتح الغاز. واحد اثنين ثلاث. شغل بعد بعد بعد. سكر بعد. أيوة شوف لازم عيارات. هذا الغاز ما يكون عالي ولا يكون خفيف. شوف اذا سكر عليه. شوف اذا افتح عليه حيل. شوف لازم تخليه وصل. شوف وامورنا جبل جبل. ودنكشن يا عمي روح دنكشن. المطور الحين برجع بنزين زين مخمخ عليه عدل وخليه غاز. صبر. كان في غاز حطيت بنزين خضيته يعني غسلته كبيت البنزين من هنا. شوف
يعني الغاز، والحين نشغلها صارت بنزين. عندي بنزين هذا، حطيت بنزين شوية واشتغلت، الحين عبها بنزين. حط بنزين. أيوة صارت رسمية مو جطر. شوف هذا تقريبا ياخذ 15 لتر، زين يقعد ليلة واحدة، يعني تقريبا باليوم او بالليلة يمكن اخذ دينار ونص الى دينارين. والحين نقول بسم الله. إن هذا بنزين، شوف الحين سكره دقمه هني وتدبره هني، تسكره شوف، تسكره الهواء هني في دقمه.